تمام، يعني تو نتكلم من غير ما اخاف من العواقب اللي افكر فيها. عواقب شنو بدالك انت بلاد الحريات ولا شيء تبي؟ تمام 100%، معناته تو نحن نتكلم طالما ان رايي ما في شيء اسفاف ولا في اهانه شخصيه لاي شخص، انا حنتكلم. متفقين؟ متفقين. تمام، هي على بركه الله. طبعا نحن مع حريه الراي وضد كل انواع القمع، ونحن نرفض كل سياسات المنظمات التعسفية التي تغلق أفواه المعارضة السلمية، ونستنكر بأشد العبارات الأسلوب الهمجي الذي تسير به الأمور في الدولة، ونتفق وندعم كل المؤسسات والأفراد الداعية لتحرير الشعب من قرارات الحكومة الفاشلة السارقة، ونؤازر ونطالب من الشعب أن ينتخب لنا القيادات الرشيدة، وهو الأمر الصعب ولكن ليس بالمستحيل مع العمل الدؤوب وصدق النوايا، وندعو الجهات التي تحكمنا أن يغلبوا مصلحة الوطن فوق مصالحهم العمياء، ونشد على أيديهم إذا قرروا أن يتراجعوا عن العمالة وتغريب المصلحة العامة عن الجهوية. ولكن هيهات، فكل دعواتهم هي دعوات للاستمرار في الحكم للأبد، ونعلم أننا لن نلوم الطبقة الحاكمة فقط، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيفما تكونوا يولى عليكم. لذلك لا يجب أن نقول أن شعبنا أكثر الشعوب ثقافة وتقبلا للآراء، ويجب أن نسمي الأمور بمسمياتها ونعترف بكوننا شعبا عدائي ولا يكن احتراما للغير، ونتبع اتباع الأعمى كل من يقول أنه قائد القطيع، وأكثرنا حبا لهذه الصفات العدائية هم من تعصبوا للقبلية والعصبية الجاهلية، وهم من مزقوا كل راية للسلم الاجتماعي. طبعا نحن مع حرية الرأي وضد كل أنواع القمع، ونحن نرفض كل سياسات المعارضة، ونتفق وندعم قرارات القيادات الرشيدة التي تحكمنا، ونشد على أيديهم للاستمرار في الحكم للأبد، ونعلم أننا أكثر الشعوب ثقافة وتقبلا للآراء، وأكثرنا حبا للسلم الاجتماعي. أسوأ أنواع القمع والعبودية تلك التي تعتقد فيها أنك تتكلم بحرية، وفي الحقيقة ما أنت إلا بيدق تقول ما يتم إيحاءه إليك بعلم أو بدون علم، أن تكون في المصيدة.